بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الجديدة أعزائي المتابعون، ما زال رشيد حمامي يماطل للهروب من مناظرة الدكتور منقذ السقار جزاه الله كل خير، ويخرج رشيد حمامي كل يوم بكذبة جديدة. فرشيد أثبت أنه جبان وكذاب ويريد المماطلة، لكن بأسلوب الحياة كما يقول كتابه الذي يقدسه: كونوا حكماء كالحياة. ولا يخفى عليكم أن الحية في العهد القديم هي التي أغوت المرأة، فحكمة الحية حكمة شيطانية. وكذلك رشيد يغوي متابعيه ويوهمهم أن الدكتور منقذ هو من يعطل إجراء هذه المناظرة. لا، هو حاطط التاريخ ومحدد كل شيء، والتاريخ واليوم والساعة وكل شيء قبل أن نتفق حتى على عنوان المناظرة. ده من إعجاز الشيخ منقذ السقار، أنه بيحدد لنا الموعد وكل شيء قبل أن يتفق على العنوان. وهذا تدليس قبيح منك يا رشيد، لأن الدكتور منقذ إنما عرض اقتراحاته فقط عليك وانتظر منك رأيك وردك، ولكنك تخرج كل يوم بكلام عاطل لا يغني ولا يسمن من جوع. فبدلا من الكلام العاطل يا رشيد، قل رأيك في اقتراحات الدكتور منقذ. قل مثلا أن الشرط الفلاني لا يعجبني، وقل ما عندك، أو الميعاد الفلاني مثلا لا يناسبني، والميعاد الذي يناسبني هو كذا، وشروطي كذا وكذا. لكن رشيد لا يفعل هذا، بل يعترض فقط على كلام الدكتور منقذ ويقول كلام لا يقدم ولا يؤخر. أقترح، لاحظ كلمة أقترح، أقترح عددا من الأمور. وكذب رشيد مرة أخرى على الدكتور منقذ عندما قال أن الدكتور منقذ ألزمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة أنه قال لك المناظرة أنا لن أقبل، ولاحظوا كلمة لن أقبل، أنا لن أقبل المناظرة إلا إذا حطيت محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما قبلش المناظرة نتكلم عن محمد حاف، يعني من غير أكسسوريز، من غير أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم. أريد أن يضيف، لاحظ أنا ولا مرة اقترحت عليه أن نحط صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يضيف على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقبل المناظرة. قال لك أنا لا أقبل المناظرة تحت عنوان غير هذا، لازم يكون صلى الله عليه وسلم، أنه مش تلزموا الناس، لا، لازم يحترم نبينا غصبا عنه، يصلي عنه غصبا عنه. يا عم، ولا ذلك الزمن ستقبل المناظرة دون أي شرط صلى الله عليه وسلم؟ ما تتحطش، مش أنا اللي حصلي عليه، مش رشيد اللي حيصلي على النبي، مش رشيد اللي قضى كل هذه السنوات يجي في الأخير يقول لك صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب مفضوح ومحاولة بائسة للهروب من المناظرة. فأنت يا رشيد من طلبت المناظرة في عنوان كتاب الدكتور منقذ، والعنوان بالحرف كما هو موجود على كتابه: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تدلس على الناس؟ ثانيا، الدكتور منقذ لم يلزمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم وتكذب على الناس، ولم يقل لك يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، بل إن الدكتور منقذ قال العنوان يكون فيه أدب، فالمسلمين لا يقبلون بأن يكون العنوان فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا. وهذا ليس فيه أي إشكال، ولأن الدكتور منقذ يعلم أنك جبان تحاول الهروب وستعترض على جملة صلى الله عليه وسلم في العنوان، فقال لا مشكلة وتنازل معك وقال نستخدم عناوين أخرى بدلا من جملة صلى الله عليه وسلم، وليكن العنوان مثلا هل بشر الكتاب المقدس برسول الإسلام أو بنبي الإسلام أو ما يدعيه المسلمين. وهذه العناوين هي عناوين محايدة تماما وليس فيها أي مشكلة، فالدكتور منقذ السقار لم يترك لك أي مهرب يا رشيد. الآن نصل إلى النقطة المهمة التي يحاول الأستاذ رشيد أن يجعلها عثرة بيني وبينه، وهي عنوان المناظرة الأولى. إحنا متفقين على أننا سنتناظر في موضوع بشارات الكتاب المقدس بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كانت عنوان كتابي: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم.
الأستاذ رشيد موافق على العنوان، لكن عنده اعتراض على كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقترح أن تكون: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد؟ إحنا المسلمين كما تعلم يا أستاذ رشيد وأنت العابر من الإسلام، لا نوافق على ذكر الأنبياء بأسمائهم مجردا. يعني ما إحنا مثل المسيحيين نقول داود، إبراهيم، يعقوب، ليس عندنا هذا. نقول النبي داود، نقول الرسول يعقوب، نقول عليه الصلاة والسلام، هكذا نتأدب، هكذا تعلمنا، وأنت تعلم هذا عندما كنت مسلما، كيف كنت تذكر أسماء الأنبياء. أنت عندكم الآن على طول كأنكم كنتوا تلعبوا مع بعض في الحارة، أنتوا هؤلاء الأنبياء تقولون أسماءهم بشكل مجرد، بكيفك. بس أنا لن أوافق على الكلمة التي أنت اقترحتها بمحمد. إن حبيت خذ العنوان كامل بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ما أنت مؤمن به من حقك، قل أنا ما بدي صلى الله عليه وسلم، لكن اقبل كلمة أخرى أكثر أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا: هل بشر الكتاب المقدس برسول الإسلام؟ هل بشر الكتاب المقدس بما يدعيه المسلمون؟ هل بشر الكتاب المقدس بنبي بعد عيسى عليه السلام؟ أي عنوان من هذه العناوين؟ عناوين محايدة، الموضوع لن يتغير. فهل رشيد لديه مشكلة مع أن يكون العنوان هل بشر الكتاب المقدس برسول الإسلام أو بنبي الإسلام؟ الحقيقة لا، لأن هذه العناوين محايدة تماما كما قلنا، ورشيد بنفسه استخدم جملة نبي الإسلام في عناوين لحلقاته لبرنامجه المسمى سؤال جريء. فلماذا تكذب يا رشيد، وإلى متى الهروب؟ ولو أن الدكتور منقذ السقار عاملك بنفس منطقك السقيم هذا، فيجب أن تحذف كلمة المقدس من العنوان، لأننا نحن المسلمين لا نعتقد أن كتابكم مقدس. ولكن الدكتور منقذ لم يطلب مثل هذا الطلب لكي تسير المناظرة، فكفى هروبا يا رشيد. وفي الختام أقول لك يا رشيد، أخرج من سردابك وتشجع وتقدم للمناظرة.